تمكن فريق مشترك من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف من إيصال مساعدات طبية وإنسانية إلى شمال غزة. وقام الفريق الأممي بزيارة مستشفى شفاء في مدينة غزة، حيث جلب الأدوية واللقاحات والوقود للمساعدة في ضمان استمرار عمل المرفق الطبي. كما التقى الفريق بالمصابين من جراء القصف الذي استهدف شارع الرشيد، وطالب الوفد بضرورة فتح ممر آمن بشكل استعجالي. بينما أتحدث إليكم، يتعالج هنا في مستشفى الشفاء أكثر من 200 شخص أصيبوا في شارع الرشيد. رأينا أشخاصا مصابين بطلقات نارية وآخرين مبتوري الأطراف وأطفالا جرحى لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما. لا يمكن السماح لهذه الأحداث بالاستمرار. نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا ممر آمن في جميع أنحاء غزة للوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدات الإنسانية.